بسم الله الرحمن الرحيم. زكريا، لو قربت من هنا انا وهو هنموت. هتعمل ايه يا زكريا؟ هتعمل ايه؟ سامحني يا ابن عم، بس الدار لازم يتاخد.
قضي الأمر. مالك يا آية، في إيه؟ صلاح ما جاش العزا وبكلمه وما بيردش عليا. عادي يا بنتي ما تقلقيش، يمكن جه وانت ما خدتيش بالك. هو اصلا قالك ان هيجي؟ اه، اخر حاجه قالها لي على الواتساب انه هيقابلني هنا وبعدين هيروحني. طب يمكن بيجيب حاجه من جوه، ما تقلقيش بقى. اصل انت مش شفتيش اللي انا شفته يا مي، انا خايفه وقلقانه قوي. انت كده اللي خوفتيني. هو انت شفتي ايه؟ ادي انا خدها معانا. متاسفين يا صالح بيه، يعني المكان مش قد المقام يعني لاستقبال سعادتك، لكن هنعمل ايه بقى؟ متورط وموضوع لا ليك فيه ولا حاجه ابدا. سامحني على الطريقه اللي رجالتي يعني خدوك بيها عشان تيجي تزورني هنا. ورطت نفسك في حاجة أنت مش قدها، أنت صعبان عليا أوي. يا زكريا، بقاء لله في عمي شريف. حياتك الباقية يا ابني. عبد الله اتصاب وجبنا المستشفى، إن شاء الله هيبقى كويس. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون. نزف دم كتير واحتاج نقل دم، ويا ريت يكون بسرعة. أنا فصيلة دمي نفس فصيلة دم عبد الله، حضرتك تقدر تنقل له دم من عندي. طيب ناخد عينه، اتفضل معايا. عمي خلي بالك من البنت اللي في العربية أرجوك. طيب اتفضل. دكتور، طبعا يا دكتور انت فاهم بالظبط هتعمل ايه. فاهم يا سليم بيه، هيخرج النهارده من غير ما نعمل معاه حاجه، المهم ان ننقله دم بسرعة. طب يلا اتفضل. عاوزك ضروري. ايوه، مع السلامه. استغفر الله العظيم. خير يا باشا؟ بتولي الشريف اتصفى هو ورجالته في فيلته. عاوزك تاخد رجالتك وتطلع لهناك، وقبل ما تروح هناك تجيب الملف بتاعه ليا. هو عايزين العطار ياخد طاره بسرعه كده؟ ما اعرفش يا سيدي، هو متولي الشريف حد عادي؟ راجل اعمال مهم، الدنيا كلها هتتقلب. احنا عاوزين نتابع الموضوع اول باول، اول ما تعرف اي حاجه تتصل بيا، مش عاوزك تتصرف اي حاجه من دماغك، فاهم؟ اتفضل. تمام عليك. استغفرك يا رب وتوب اليك. انت هتقعد هنا عندي يومين ثلاثه كده معزز مكرم. امال ايه؟ ده انت ابني الكبير، احنا نقدر نعمل حاجه في ابني الكبير يا عم الصالح. اه، ما تقدرش تعمل لابن الكبير حاجه، لكن تحاول تقتل الكبير عادي صح؟ ندمت وحياه راس ابوك الغالي، ندمت يا راجل. ده انا كنت هسيب البلد واهرب منها، بس عارف ما لحقتش. ابوك واخواتك خطفوا ابني وعاوزين يخلصوا عليا، وانا مش عايز اموت دلوقتي، ملهاش مزاج، مش وقته. فقلت تخطفني وتقيد بيا. برافو عليك،
ما انت بتفهم اهو. تمام، بتولي كان عاوز يخطفك بس انا عرفته وسبقته. انت عارف بتولي دلوقتي الله يرحمه ولا يطحى على روحه، بسم الله الرحمن. امين، وانا مش عايز احصله. وانت لا ليك لا في الطور ولا في الطحين، هتشيل شيله ما انتش عايزها ولا هي ليها لازمه بالنسبه لك. انت اللي هتشيل يا جلال، عشان زين العطار بيقطع دراعه قبل ما يتلوي. يبقى ما خسرتش في الواحه دي. صح؟ لا مش صح، لان انت كده يا جلال ما تعرفش عيله العطارين كويس. احنا مالناش طلبات يا صالح، احنا كل اللي عايزينه معاهد السلام. يا سيدي نجدد العهد، يلا زي بعض. وانت تمنك غالي عند الزين، وهي فرصة يا سيدي نعرف انت غالي عنده قد ايه يا صالح. اشمعنى انا اللي ادوق؟ بتعملوا معايا كده ليه؟ بس بقى بس بقى، استنى يا امير. لك يا حسن، شوف طنطن النهارده يا صاحبي. ايوه البنتين. الواد ده بيكذب عليك على فكره، احنا ما شفناش حد. ايه يا عمار؟ ايه يا حبيبي انت ليه كده؟ واحنا بنبص لك فيهم، هي فراخ. يتبص فيهم وعليهم، دول بنات يا معلم، بنات. طب اتكلمت معاهم؟ لا طبعا، زي المره اللي فاتت كده، كانوا بيجيبوا اكل ابوهم صاحب الدكانه. انت عارف عم حمزه راجل عصبي، شفنا بنبص عليهم زعلهم، دخلوا جري. بس بقول لك ايه، حته بنتين فيهم كل حاجه، حلوين قوي. يا عم احنا اي بنات بالنسبه لنا بنات حلو، احنا بنشوف بنات غير كل 10 سنين مره. هو شرط الدار هنا ان احنا نترهبن ولا ايه؟ انا عايز اتجوز يا جماعه، جوزوني يا ابني. مفيش حاجه تمنعك من الجواز بجد، والله العظيم. عايز تتجوز سيب الدار وروح اتجوز. وهل عايز تبقى وفرت اكلك لعشرة من عيال الدار؟ شكرا قوي يا عمار. العفو. انتوا بتعملوا معايا كده ليه يا جماعه؟ ولا ايه ده بقى شويه، محدش عامل معاك حاجه اصلا. اهدى. هو انا هاجي معاكم المره اللي جايه ينفع؟ طبعا يا صاحبي طبعا. لا اصل انا وامير بس اللي بنجيب المهم بتاعه الاكل. خليك في شغلك يا حسن، وسيبنا احنا كمان نشوف شغلنا. عنده حق، خليك في شغلك يا حسن. عمار ايه؟ خدني معاك انا المره الجايه. عمار. ايه يا اسطى؟ عمار. مش كده مش كده يا جلال، انت اتجننت ولا ايه؟ ما لقيتش غيري؟ قلت لك 100 مره ماليش دعوه بالحدوته دي كلها. اسمع يا سيف، اسمعني كويس. انا مش ممكن ابدا هسيب زين العطار يقتل ابني وبعدين يخلص عليا واقعد اتفرج عليه. يا سيف باشا، وانا مالي؟ انت اللي سليت دماغك المتولي. وبعدين انت قلقان من ايه؟ كده كده زين العطار مش هيسيبك، عايز تجيب رجلنا ليه؟ اسمع يا سيف، انا كل اللي انا عايزه منك انك انت تبلغ زين العطار ان ابنه عندي، وان انا لا يمكن حسيب الموضوع ان انا عايز اقابله، ونعمل معاهد السلام وكل واحد يروح لحاله، وخالتي وخالتك وخالته واتفرقت الخالات يا حبيبي. انا بفهمك، وانت هتعمل اللي انا بقولك عليه، ولو انت ما عملتش اللي بقول عليه انت حر. انا مش هبقى على حد يا سيف، هخلي الدم والله العظيم ثلاثة للركب، فاهم؟ انت بتهددني يا جلال؟ انا قلتلك اللي عندي. على السلامة يا استاذ. اسمها ايه؟ معرفش، ما لحقتش اتكلم معاها من ساعة ما اخدتها. اسمك ايه يا حبيبتي؟ تخافيش، تعالي. ما تخافيش. انا عايزة بابا. انت اكيد مش بنت متولية. ما تخافيش، مفيش حد هنا يعمل لك حاجة. ما تخافيش. هو حصل ايه؟ مش وقته. خدي هات لها حاجة تلبسها وشوفي لو بقى هنا. يلا. يلا روحي. ما تخافيش.